عسلامة ومرحبا بكم نسكن في غير سيرون باك. درس تاع اليوم هو جينيراليتي سور لي فونكسيون جمعات دوزيام اني سيونس. الوغ الكريتيك تاعكم شوفوا من الاول باش نبداو باش نبداو كومونسي اش معناها فونكسيون. فونكسيون ناخذ الازرق نقولوا باغ اكزومبل فونكسيون هذه اف دو اكس فونكسيون جي معناها جي دو اكس. D'accord. Généralement, quand ça aura, ça aura hack. Avec de x, l'année de y. Ça aura une fonction, par exemple. Avec hack, on a le chat de hack. On aura f de x, par exemple, ça aura hack. Hack, tu me chies, hack. Qui me chie. G de x, par exemple, et blacher, on aura hack. T'as mal hené, t'es qu'f, on va chercher l'hené, on va dire l'hené hack, par exemple. Mais quand j'y chauffe, on a un halo, t'as l'hélium tiana, il y a un chauffe, mais bien. الواحد مثلا والا واحد ما فماش حتى شيء بالنسبه للاخضر. دونك هنا كي نجي نحكيو على الفونكسيون جي ديفينيسيون نتاعها معناها وين هي نجم نحكيو على الجي تشوفوا نجم نحكيو عليها كان لهنا نكبر شويه بالتغليف نجم نحكيو فيها لهنا نقفل هنا ومن بعد نرجع نحكيو عليها حتى شي لهنا. دونك ما بين الا واحد وواحد ما نجموش نحكيو عليها. كي ما نجموش نحكيو عليها ما بين الا واحد وواحد تتسمى اني با ديفيني في البارتي هذه. دونك كي نشوفوا فيها نشوفوا جرافيكمون جي وين ديفيني هي ديفيني ما بين موان لانفيني هكا نحطو موان لانفيني موان زان كيما نقولو باغ اكزومبل ديفيني هنا في الموان زان و اونيون ان بلوس لانفيني هكا نقولو هنا باغ اكزومبل ديفيني في الان. كي نجي نشوف هنا في الاف نتاعي نلقاها ديفيني في الكل. D'accord. Donc on est pour dire que il y a défini phi r. R معناها الكل. Mais donc كيفاش نشوفو ما عادش graphiquement, on va نشوفو par calcul. D'accord. Donc on va venir حاجه اخرى نجي لهنا نشوفو شنو نجمو نعملو. Mais donc on est ناخذ على فونكسيون ولا خفيتها في الكتاب page 32 l'activité الاولى اللي هي قال لي f de x il y a par exemple x au carré plus 2x. D'accord. Donc on a qui nous chauffe l'année qui fait cette sour avec x avec y qui fait cette sour x au carré il y a cette sour hack à peu près hacké qui fait cette sour 2x on le voit à l'azraq qui fait cette sour 2x 2x cette sour hack. D'accord. Donc tu vois le f de x c'est la somme de hamzouz. Donc je t'amène هذي بلس هذي هذي بلس هذي هذي بلس هذي هذي بلس هذي هذي دو سويت. داكوغ دونك هنا نعرف اللي اف زيرو لازم تجيني تكون لي زيرو هذايا باغ اكزومبل هذي وهذي باش تجيني هكا اوترومون دي باش تجيني كاينها هكا عامله ولا حسب تقريبا بالضبط ماهيش هكا اما نقولوا هكا بالضبط حسيب. المهم اللي هو نحبو ديفينيسيون ويني شوفوا مادام تنجم تصور فونكسيون من غير ما تهز يدك من الكراسه ولا من الورقه ولا من التابليت اللي تحب عليها انت مادام راهي ديفيني في ار الكل. دونك هنا ديفينيسيون نتاعها كلها في ار. داكور. دونك نجي نشوف انا دونك اوترومون دي اي فونكسيون تلقاها اكس ولا اكس او كاري ولا اكس بيسونس 3 ولا اكس بيسونس 4 معناها نقولوا اكس بيسونس ان ما يهمنيش في الان قداش 3 4 5 10 20 الا لا راح نحكي في كي يبدا الان معناها بوزيتيف فوالا. دونك تبدا نحكيو عليها راه هي اخ هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ياخذوا تو باغ اكزومبل كي يبدا عندي نقولوا اف دو اكس اللي هي 1 سور اكس كي نجيو احنا هذايا الاكس هذا باش نعوضوه بالزيرو مثلا اف دو زيرو هي 1 سور زيرو كي نعمل 1 سور زيرو في الكالكولاتريس تخرج لنا ايرور معناها راهي غلط. داكوغ. دونك هذاك علاش باش نقولوا الفونكسيون هذه هي ديفيني في ار الا صفر ماهوش ديفيني فيه. داكوغ. دونك هنا كي تجي تشوف الدومين دو ديفينيسيون نتاعها هي ار معناها الكل الا هذا بوغ دير كي نعمل هكايا معناها الا صفر. داكوغ. كيفاش نعرفو ديما اي فونكسيون كي يبدا عندي باغ اكزومبل هنا حاجة الفوق على حاجة اللوطر لازمنا ناخذ الحاجة اللوطانية هذيك نحطوها ديفيرون دو زيرو ما لازمش تكون صفر
ونخرجوا الـ x نتاعنا. ناخذ example من بعضنا. Par exemple, عندي تقولوا توا g de x est égal 3 x plus 5 par exemple. فقاني ديما ما يهمنيش فيه. وعندي par exemple توا هنا 2x moins 7. إذا كنت ديما ناخذ 2x moins 7 لازم الكل ما يكونش صفر. ومن بعد نحب انا جو مانتيريس في الاكس نتاعي 2x 2 و 7 ما يهمنيش فيهم حاجتي كان بالاكس. دونك هنا شحال 2x لازم تكون مش 7 دونك x ديفيرون دو 7 دومي اللي هي 3 دومي. دونك هنا الفونكسيون هذه نتاعي اللي هي ال r ديفيني في r كلها الا 7 على 3 على 2 اللي هي ولا 3 دومي. انا حر كيفاش نعملها. باهي دونك توا ناخذ اكزامبل اخر وهو كي يبدا عندي توا نصعبوها شويه. كي يبدا عندي بار اكزامبل عندي بار اكزامبل كيف كيف جي دو اكس باغ اكزومبل هنا 3 سور 2 اكس ولا نحطو 9 اكس او كاري بلس 3 اكس موان 6 داكور. دونك هنا شنو باش نعملو كيف كيف لازم لو تاني اللي هو 9 اكس او كاري بلس 3 اكس موان 6 ما لازموش يكون صفر. دونك ديفيرون دو صفر وبيسكو هذايا اكس او كاري سكون دوغري. Donc, je vais faire delta. Donc, delta, il y a b au carré moins 4 ac. Donc, d'accord, le a, le problème, il y a x au carré. Le b, il y a x. Ou c, il y a tada wahada. Donc, il y a b, delta b, il y a plus 3. Plus 3 au carré, il y a 9. Moins 4 a, il y a 9. Ou c, il y a moins 6. Donc, on dit 9. Moins moins plus donc plus donc j'ai 63 fois 4 bon j'en ai 63 220 240 plus 12 252 ça peut être 253. Donc j'ai charme le delta est égal par exemple à date d'accord. Donc j'ai charme le x1 est égal à haja x2 est égal à haja autre. اما هنا بيسكو قلنا ما لازمش تكون صفر دونك نقولوا x1 ما لازمش تكون باغ اكزومبل 7 وهنا ما لازمش تكون الا 5. سي ان اكزومبل لا مش العدد هذايا وهذايا مش صحيح اما جوست ان اكزومبل باش نخرج عدد من الاول هنا وعدد اخر لهنا. هذاك باش نقولوا راهو تو هنا في الفونكسيون هذه راهي ديفيني في اخر كلها الا الزوز العدد هذوما دونك هنا موان 5 و 7 فوالا. هنا تو سكي بولينوم حكينا عليه بولينوم اللي هو تبدا في فورمات x puissance 2 plus x plus حاجه ديما في ستار واحد من غير غسيل من غير حتى شيء. باه دونك توا كي نتعداو لحاجه اخرى نجيو نلقاو باغ اكزومبل كيبدا عندنا باغ اكزومبل غاسين دو x داكوردو. غاسين دو x كي تجي تشوف تكتب انت في الكالكولاتريس تحط غاسين دو موان 3 حاجة عدد نيجاتيف في وسط الغسيل تعطيني كالعادة ايرور وإحنا في المات ما نحبوش الايرور. دونك هنا قلنا كي بدا هذايا ديفيني لازم تكون في ال ار بلس ار بلس معناها قلنا احنا عندنا هنا هذايا اكس هذايا ايكغيك معناها من الزيرو وانتي طالع. دونك هنا كي نخشن في المكتبة نتاعي بيجيني هاكا كي نحب نصور الفونكسيون انا هذي باش كنت نعرفها اما كي تتبع فيها بعد الدعدات تلقاها هكا عامل. دونك ما نجموش نحكيو في البارتي نيجاتيف خاطر هذاك الماتش يقول لنا. دونك كي يبدا عندي توا اف دو اكس اتيغال اكس موان 4 غاسين دو اكس موان 4 باش ناخو الوسطاني نتاعها اكس موان 4 قولها سوبيريور او ايغال ا زيرو. اوكي خاطر غاسين دو زيرو ميساج نجم نكتبوها اللي هي زيرو اما غاسين دو موان 1 ما نجموش داكوغ. دونك هذيك علاش قلنا
supérieur ou égal à 0. بعد حط x اكبر او يساوي من 4. دونك سي بون دون فونكسيون هذيا تبدا ديفيني باش نحكيو عليها مش في الاخ بلس اما في الابارتي من 4 4 وانت طالع. فوالا دونك شقعد اخر نجم نحكيو عليه فوالا هذاك هو. بعد نتعديو توا لي فونكسيون في حد ذاتهم. فما حاجه صارون نحب نحكي عليها كي تبدا عندي فونكسيون عندي هنا وعندي هنا اي فونكسيون عندها الايماج نتاعها. دونك هنا ناخذ ستيلو نحط زي باغ اكزومبل بالكحل عندي فونكسيون هكا عامله باغ اكزومبل الاخرى عامله هكا وبعد عامله هكا داكوردو بعد هذيا عامله باغ اكزومبل هكا وهكا تخلبيزه وترجع هكا كل شيء. باهي دونك هذيا في الحقيقه هذه تسمى فونكسيون وهذه ما تسميش فونكسيون. كيفاش عرفت انا؟ على خاطر كي لازم كي نمشي ديما نقدم قدام وعمري ما نوخر. كان وخرت مره دونك راهي غلط ماهيش فونكسيون. دونك شوف الكا هذايا ديما قاعد نمشي قدام ديما نمشي على اليمين ديما على اليمين ديما على اليمين ديما على اليمين ديما ديما نمشي ديما نمشي ديما نمشي. دونك هذاك علاش هنا سي بون. هنا غلط على خاطر شوف هنا نمشي واحد الحسبه هنا مازال صحيح 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 وصلت لهنا وطلعت اما هنا تو رجعت هنا الغلطه وين. دونك هذايا كل الرجوع وليت ما عادش اسمها فونكسيون. اون فوا ترجع مره بركه ما عادش يهم في الفونكسيون كلها تسمى ماهيش فونكسيون. باه دونك دونك بيسكو نحكي على فونكسيون باش نتلهيو في هذي. اوكي دونك هنا عندي باغ اكزومبل صفر هنا عندي الواحد هنا عندي اثنين هنا عندي ثلاثه. دونك هذي نسميها فونكسيون باغ اكزومبل اف والاف نحبو نقراو اف دو زيرو قداش العدد نتاعها اف دو ان اف دو دو اف دو تخوا نجم نزيد حد نقراو هذايا موان دو باغ اكزومبل اف دو موان دو داكوردو. دونك زيرو عندها تصويره نتاعها لهنا نجي نشوف نركز ركز لهنا نلقاها باغ اكزومبل في الواحد. دونك اف دو زيرو هي تيكال ان في الان تلقاها هنا في ال اكس ابسيس هذايا. دونك هذايا هو اكس وهذايا ايكغيك دونك اللي هو صفر كيف كيف بالنسبه ل 2 في 3 جي نطلع في شويه نلقى 1.5 باغ اكزومبل وفي المون 2 نلقى زاد 0. دونك هذايا هكايا كيفاش نلقاو لي زيماج تاع كل بوان. دونك هنا كي نجي نشوف انا نشوف البوان تاع الفونكسيون هذه نجي نحكي عليها اللي هي تناسب بالضبط هذه كي تناسب هذه. دونك هنا البوان هذا باغ اكزومبل نسميوها ا هذاك هو 3 بعد حط بوان فيرغول 1.5. دونك علاش حط بوان فيرغول باش نجم نفرق بين الفيرغول هذه وال بوان وال بوان فيرغول هذيك فوالا. دونك هذايا اكس وهنا ديما الايكغيك داكوغ والا نجم نكتبوها هذا هذي اكس وهذايا اف دو اكس داكوغ ديما حطوها في مخكم اف دو اكس هي الايكغيك والايكغيك هي زاد ناسها اف دو اكس فوالا. دونك تعال حاجه اخرى ونشوفوا اللي نحكيو على المينيموم وماكسيموم في فونكسيون نفو فونكسيون باغ اكزومبل هذي كوبي كولي مره هوني مره هوني مره هوني نشبهها شويه فوالا باغ اكزومبل نياخذ توا هذايا نشوف الفونكسيون هذايا. دونك نعملو هكا بديت منها باغ اكزومبل عملت هكا وقفت هوني هنا هذي عملت هكا عملت هكا عملت هكا وقفت هوني هذي عملت هكا وهذايا عامله هكا بعد عامله هكا بعد عامله هكا فوالا. وهذايا تنشوفو شنو نجمو بيها. باهي هنا نحكيو على لي بوان ماكسيموم ومينيموم. كيما نفهموها ماكسيموم هو اعلى بوان ومينيموم هو اوطى بوان دونك اقصر بوان اللي هو هنا في نشوفوها ديريكتومون اللي عندها سومي هو هذاك يسمى الماكسيموم. دونك هنا
الماكسيموم تاعها اللي هو لهنا. دونك فونكسيون هذيا عندها ماكسيموم في البوان هو هذا باغ اكزومبل موان 1 بو 3 باغ اكزومبل. دونك هذا نسميها باغ اكزومبل 3. دونك الا ولا السومي اس هي في الموان 1 3 داكوغ. ما عندهاش مينيموم على خاطرش ما عندهاش اقصر بوان. ديما نشوفوا كيفاش عامله الموجه هذه ولا الموجه هذه. دونك ديما اعلى جبل والا اقصر جبل. دونك هناك كي تشوف هنا زعما ما عندهاش زوز اما اعلى بوان هو هذا. داكوغ دونك باش نختاروا احنا في هذه من غير ما نغلطكم. دونك نفصل. دونك هذا هو الماكسيموم والمينيموم عندنا هنا مينيموم اللي هو هذا. كيف كيف هنا نجي نشوف حبيت نقول هذا ماكسيموم او ما نجمش على خاطر فما هذه فاتتها. دونك هنا ما عنديش ماكسيموم. كيف كيف لهنا ما عنديش هذه ما نسميش مينيموم خاطر هذه فاتتها. هنا لا عندها لا ماكسيموم لا مينيموم خاطر فماش جبل اللي حكينا عليه. فوالا. دونك طبعا بعد ما حكينا على الجبل دونك هنا كيفاش نحكيو على الفونكسيون هذه باغ اكزومبل ولا ناخذ الفونكسيون العاديه اللي هي هذه مزيان. دونك نعرفوا اللي هي f de x is equal x au carré. كي نشوفوا بعينينا نعرفوا اللي هذه عندها مينيموم اللي هو لهنا. ذكرتوا مينيموم مش لازم يكون نيجاتيف. انا نجم نحط لهنا باغ اكزومبل الفونكسيون تاعي باغ اكزومبل عامله هكا وهذه تسمى مينيموم. دونك في البوان بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا جواب بي اما تسمى مينيموم كمان. باه مش هذا السوجي. دونك نرجعوا لهنا نحبوا نشوفوا المينيموم نتاع الفونكسيون هذه اللي هو بالعينين نعرفوه اللي هو ذاك في البوان اللي هو صفر صفر. دونك شي يقول لي في المات يقول لي باش تعرف بوان مينيموم ولا دونك تلقى لازم تلقى بوان ما فماش يكون اقصر منه. وكيفاش تعرف كان هو ماكسيموم ولا لازم تلقى بوان اللي هو باغ اكزومبل هذا ما تلقاش ايماج اخرى اكبر منها. اللي في الكام تاعي هذا باغ اكزومبل نقول الفونكسيون هذه اسمها جي. دونك هنا نحط انا جي دو دو موان 1 قلت اوكي هذه ماكسيموم هذه ماكسيموم فوالا. كي نلقى بوان اخر باغ اكزومبل جي 2 5 جي 2 درا قداش يطيح 3 دونك هذايا ما عادش يسمى ماكسيموم. اما في الكام تاعنا خاطر نحن نشوفوها بعينينا ما نجموش نلقاو اللي هي دونك هذايا يتسمى الماكسيموم. دونك كيف هنا نحب نشوف اسكو هذايا مينيموم ولا لا. دونك هنا نجي نشوف اوكي اف دو 0 باش نعوض هذايا ب 0 اوكي نلقاه 0. دونك كي نحط انا اف دو 1 نشوف اف دو 1 باش هو اقل من 0 ولا دونك نحط 1 او كاري اللي هي 1 دونك لي اكبر من 0. اف دو موان 1 اللي هي موان 1 او كاري اللي هي 1 او كاري نفسها اللي هي 1 يكونوا دونك كيف كيف اكبر من 0. دونك مانيش من قعدات اصغر من 0 دونك هذاك علاش هذايا يتسمى مينيموم كيف كيف بالنسبه لل ماكسيموم. فوالا. دونك تو نحكيو على السونس دو فارياسيون تاع تاع سونس دو فارياسيون دون فونكسيون. وهنا نشوف الفونكسيون هذايا فما حاجتي فما ثلاث حاجات. فما فونكسيون تسمى كروسانت والا دي كروسانت تعطوكم ساهلين. دونك كروسانت راهي معناها طالعه العنصر هذايا طالعه معناها من الصغير ماشي للكبير كروسانت. و والبارتي هذايا باغ اكزومبل شوف هنا الفونكسيون هنا هابطه ماشي هكا هابطه معناها تسمى هذيك دي كروسانت. داكور في البارتي هذيك هاو توا الفونكسيون هذايا بيسكو هي طالعه في ديما طالعه دونك تسمى كروسانت سيغ ار. دونك في تسمى مونوتون في المونوتون معناها سوا لحظه نتبعوا هنا باش نفهم بعضنا. مونوتون معناها سوا كروسانت والا ديكروسانت. داكور دونك الفونكسيون هذي تتسمى مونوتون هي كروسانت. دونك كيف ما خدا فما دوطخ فونكسيون اللي تقعد عامله هكا لا هي كروسانت لا هي ديكروسانت. اوكي دونك هذا اكس وهذا ايكغيك والفونكسيون هي هكا عامله قلنا ما تتحركش. داكور دونك هنا فوالا كي تجي تشوف هنا الفونكسيون هذي نسميوها باغ اكزومبل اش دو اكس. اش دو اكس هذايا تشوف فيها ديكروسانت لهنا ومن بعد كروسانت لهنا. اما تتسمى زاد هنا مونوتون لهنا ومونوتون لهنا. داكوغ فوالا.
كيف كيف لهنا دونك في عندي هنا كروسانت بعد ديكروسانت بعد كروسانت دونك هذايا كله سير خاطر نشوفوا فيه بالعينين اما بعد باش نوليو في الباك وفي التخوازيام اني نوليو برشا حسابات اكثر من من العينين داكور دونك عاد لي اخر بارتي في في الدرس تاع اليوم اللي هي نشوفوا فونكسيون اش معناها فونكسيون بير و امبير كي العادة نبداو من قبل ما نحكيو على الحسابات نتفصل اش معناها بير و امبير دونك هنا باش نصور فونكسيون بير وهنا نصور فونكسيون امبير اوكي دونك هنا الفونكسيون تاعي بير كيفاش نعرفها اللي يتصور على اليمين يتصور على اليسار دونك اوترومون دي اوبس نغطي شوية الفونكسيون هذي تتسمى بير علاش خاطرها باراب اللي تصورناه على اليمين هو نفسه على اليسار بارابور هذي اوكي دونك تو واش قالت لي ال 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 وال امبير اللي هي ناخذ باغ اكزومبل الازرق وناخذ كامل الحل هي كي تصور هكا باغ اكزومبل نعملو هكا كيف كيف دونك هنا اللي يتصور لهنا يتصور نفسه لهنا هذيك بارابور هذي دونك جرافيكمون عرفنا اش معناها فونكسيون بير واش معناها فونكسيون امبير داكور دونك انا كي نجي نشوف هنا في الكام تاع هذه هي تسمى اكس او كاري داكور وهذه تسمى فونكسيون ما عنديش بالضبط حاجه اما تشبه الفونكسيون اكس او كوب داكور ماتيماتيكمون كيفاش نعرف الفونكسيون بير والا امبير شنو باش نعمل انا باش نجي ناخذ الفونكسيون هذه نحط اف ديما شاك فوا نحط اف دو موانز اكس d'accord donc on est je m'en f de moins x qui est dans par exemple f de x est égal à 3x moins 4 puis j'ai une hâte là f de moins x je m'en ai on est l'un x ou une il est né ou l'un il est x et donc moi je hâte x je hâte fibre c'est moins x autrement dit on dit 3 mètres masse je m'en ai un rapport on est moins 4 mètres masse donc on est mais je hâte x je hâte il a x donc fois moins x. Bah, dit tu fais un moins 3x moins 4. Ok, donc on dit fonction heavy, j'ai un rapport en petit hab heavy. Top, je me calme. Ken, hajitela f de moins x ou rajatli f de x, rajat sa ma paire. On a ken heavy, heavy égale à heavy. Donc f de x, la fonction sa ma paire. Ou ken f de moins x égale moins f de x. راه يتسمى امبير دونك اوكي ما ناخذوهاش برشا جوست باش نعمل توا ناخذ اكزومبل في في الكتاب باج 39 اكتيفيتي 16 هنا نفسخ دونك هاي اللي ما سحقولوش نحاول نستحضر على هذيك صغر هذا نحطوها الفوق على اليمين باه سي بون دونك ناخذ ستيلو ونشوفو طون بعضنا الفونكسيون اف دو اكس ايتيغال ا اكس سور فالور ابسولو دو اكس موان دو اوكي دونك قلنا اول ايتاب باش ناخذ الاف اوكي اما دو موان اكس دونك هذا هو باش نشوف اف دو موان اكس وتو اشاك فوا وين تعرفني اكس نعوضها بموانز اكس اوكي دونك الكل باش نعاود نحطو هنا موان دو وهنا هكا وهكا جوست الاكس نعوضها بموانز اكس موانز اكس لهنا وموانز اكس لهنا بعد شنو نشوف كي عندي فالور ابسولو تاع اي حاجه نيجاتيف تخرج لي بوزيتيف معناها موانز اكس هكايا دونك هي نفس الفالور ابسولو تاع اكس فالور ابسولو دو موان 5 فالور ابسولو دو موان 5 هي فالور ابسولو دو 5 كيف كيف فالور ابسولو دو 6 باغ اكزومبل هي فالور ابسولو دو 6 ديما تنحي لي طرد الموان دونك هنا اف دو موان اكس ايت ايغال موان اكس
D'accord? Donc on est sur valeur absolue de x moins 2. Donc on est égal, je fais des moins, je ne cherche pas le barre l'année, donc on est moins x sur valeur absolue de x moins 2. Bat, du sucre, du sel, bat, شوفوا كي نشوفوا هذه هاي لهنا هذه بالضبط هي نفسها f de x دونك طونجي نعوض انا هذايا f de x و سين او موان يقعد لي بيان سور البر ات ايغال موان f de x معناها باش خرجنا كونكلوزيون تاعنا اللي هي هذه ات ايغال f de موان x ات ايغال هذه وهذيك شكوني اللي هي موان f de x D'accord, donc avec Alech, il y a un impair. Donc, là, on a une fonction autre. Il y a par exemple, je vais faire un petit peu de voilà, tout est l'hyper. Donc, on va se faire un alcool. On dit fonction f de x est égal x plus 1 sur x. Kif kif, donc on a le bdeo f moins x, on a le moins x, là on a x moins x, donc avec plus sur l'année, 1 sur l'année. On a x, donc on a moins x, on a moins x. D'accord? Donc on a une chouf, on dit moins ou moins, donc on a une charge, donc on a moins x. Moins 1 sur x. D'accord? Donc, on a moins un facteur. Ou toi, Lili, x plus 1 sur x. Donc, on a dit qu'on a dit qu'on a dit f de x. Donc, on a dit f de x, donc moins f de x. Donc, on a dit qu'on a un pair. Qui nous a dit par exemple, f de x est égal à x au carré. Ok? Donc, on a dit qu'on a f de moins x il y a moins x au carré d'accord il y a est égal à moins x fois moins x il y a x au carré donc si nous moins it n'a pas il y a ça f de x donc on est ça ma paire avec à l'échelle qui savoir n'a pas une partie il y a l'émin n'a pas il y a l'issar par rapport à l'effet ok donc pour moi juste haja فما برشا عباد كي تحب تعمل هذايا موانز اكس تولي تعمل هاك موانز اكس او كاري تقولك اوكي هايكا تولي امبير نيكالا موان اف دو اكس هنا رد بالكم غلطه على خاطر او كاري اللي هي في الاكس معناها داخله في الاكس وانا كي عوض عوض اكس كامله معناها في وصل اكس دخل الموان تبعها في وصل اكس معناها هنا فوالا هذاك اش حبيت نقول ومن بعد بعد ساعات فما فونكسيون لا تخرج الى بير لا امبير معناها كيما فونكسيون هذه لوجيك لا هي بير لا هي امبير معناها ماهيش لي على اليمين كيما على اليسار وماهيش بارابور البوان هذاك دونك لوجيك كي تبدا لا هي بير لا هي امبير دونك عندكم 3 كا الاولى هي بير الثانيه هي امبير والثالثه اللي هي حتى شيء فوالا هكا نكونوا يظلوا سنه اخر الفيديو نتاع اليوم ومن بعد دونك تو واش قعد لي نجم نقول Voilà, donc on est anti hache à sahrouna. Nash m'sidha. Qui doit anti fonction par exemple, amle haka. D'accord, donc on est qu'ali résoudre graphiquement l'équation heavy. Donc on est tout d'ailleurs heavy n'est mieux par exemple f de x. وقت اللي هي تبدا سوبيريور ا 0 f de x سوبيريور ا 0 وقت سوبيريور ا 0 وقت اللي هذا 0 نتاعي وقت هي سوبيريور ا 0 دونك هاي كي تشوفها اللي هي لهنا تبدا هذه فوق السطر هذاك هنا ومن بعد تعاود ترجع لي مره اخرى لهنا دونك هنا نقول باغ اكزومبل موان 6 وهنا موان 0.5 وهنا ترجع لي باغ اكزومبل في 5 plus infini. Donc, on a l'intervalle heva, on va l'intervalle heva. Quand j'ai dit que par exemple, f de x supérieur à 3, donc j'ai un sauveur star de terre, fait 3. Il y a où l'année. D'accord, donc on a un zidou
نقصنا فيها شوية. دي تشوف هنا اللي ذي باغ اكزومبل في موان 5 وذي في موان 2، دونك هنا تولي لي هنا شفتو قصار لهنا وهنا زدنا بعدنا اكثر، دونك هنا بقى في 6 داكوغ انسي دو سويت. فوالا هاكا نكونو كملنا. تشاو تشاو.